هلا ومرحبا، اليوم راح أسوي معاكم حلاوة الشيا بالمانجو. راح أحط كوبين من الحليب وراح أنقع معه حبوب الشيا اللي هي الشيا سيد ربع كوب. هذه حبوب الشيا ربع كوب، هنقعه لمدة تقريبا ربع ساعة. والحين بعد مرور ربع ساعة راح أضيف جيمر علبة كاملة، راح أضيف علبة حليب مكثف محلى كاملة، وراح أضيف ماي ورد منقع فيه زعفران، وأدمج المكونات مع بعضها. والحين راح أضيف مانجا، طبعا خذيته جاهز من السوبر ماركت مقطع، احط شوية رمان وشوية مكسرات، عاد انتو اختياركم. انا بحط شوية لوز شرايح وشوية فستق حلبي وبادمجهم مع بعض وحطها في الثلاجة تقريبا ساعة إلى ساعتين عشان يبرد. وهذه حلوة الشيا بالمانجو والرمان، صارت جاهزة بكل حب. علينا وعليكم بألف عافية.